كائن القذر الذي يسمى الفلسطيزي وعرقه النجس. رسالتي الأخيرة للفلسطينيين عشان نعطي. مثل ما بيعوك يا الفلسطيزي أرضك بخشم الريال. يلا يلا يا زلمة يا زلمة، روح وحرر مؤخرات نسائكم الفلسطينيات من المحتل الإسرائيلي. حرر القدس يا زلمة، اترك الدبكة وطبخ المكلوبي. طيب خليني ارجع. نعم صحيح، ولكن عندي سؤال، عندي سؤال يا نايف. دقيقة المساعد، عندي سؤال المساعد. المساعد، من يقود المسجد الأقصى الآن سياسيا؟ الأردن. الأردن، هل الأردن نعم. هل الأردن سياسيا هي من تحميه وتمنع الفلسطينيين زين وتمنع السواح وتغلق أبوابه؟ لا لا، من هم إذا؟ لا، الإسرائيليين. خلاص، الإسرائيليين. إسرائيل. نعم. إسرائيل هذه بخشم الريال، لو بغينا المسجد الأقصى. نعم. بخشم الريال. نعم. إسرائيل حماس بكبرها بخشم الريال لو بغينا. مثل ما بيعوك يا الفلسطيزي أرضك بخشم الريال وخلوك تنقلع لسويسرا من هناك تشتري لك مطعم وتدولك جنسية وتعانق المسيحية في ألمانيا عشان تأخذ لك جواز سفر وتصير آدمي على وجه الأرض مع جواز سفر. سهلت المهمة هذه للفنانين العرب، قدروا يروحون ويصلون في المسجد ولا في أي حاجة لمكان. نعم. تقام الحفلات في فلسطين. طيب أنا برد بس على نقطة مساعد. أنا استأذن حين. لو استمحت الفرصة لدولة إسرائيل أن تقيم السلام مع الدول العربية أو المملكة العربية السعودية، سترفض إقامة اتفاقية السلام مع الدول العربية. هي تبغى المملكة العربية السعودية، بينما هذا الأمر لا يستعجب الفلسطينيين لأنهم يشوفون شيء عادي جدا، يعني رغم أن هذا الموقف ترى موقف يشكر عليه من قبل المملكة العربية السعودية. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لو رجعت أصلا للسياسة الفلسطينية، السياسة الفاشلة، انظر إلى حالهم الآن، كم من المبالغ الذي قدمتها المملكة العربية السعودية؟ ترى المعلومية، ترى مبلغ 90 مليار دولار قدمتها المملكة العربية السعودية دعم كامل. هذا ترى رقم عادي، ما خلف الإعلام هذا شيء ثاني. نحن نعرف أن في عهد الملك خالد لما أتى رئيس منطقة حماس ورئيس منطقة الضفة الغربية أخذوا شيك كل واحد فيهم على الرقم اللي هم كانوا يبغونه في عهد الملك عبد الله. استأذنكم يا أخوانا، بصلي العشاء. استأذنكم. الله يوفقك. في عهد الملك عبد الله أخذوا مبالغ طائلة جدا، ويجيني اليوم واحد فلسطيني خائن الوطنة، خائن القضية، يجي يقول لك والله المملكة لا تريد حماية دولة فلسطين، المملكة باعت القضية. والله من المنكر أني أشوف واحد فلسطيني تافه ما يرى الإعلام وما يرى المساعدات وما يرى أشياء كثيرة. بالله دقيقة عبد الله عبد الحسين. فادي تفضل. يا فنجالي. هاي يلا يلا يا زلمة يا زلمة، روح وحرر مؤخرات نسائكم الفلسطينيات من المحتل الإسرائيلي. حرر القدس يا زلمة، اترك الدبكة وطبخ المكلوبي والمحاشي ورك العنب، وحرر بلدك المحتلة. يا ضعيف، يا فاقد الكرامة، يا فاقد الشرف، يا أيها الشنب البرتقالي، أنتم تتسكعون وتهاجرون لجميع دول العالم وأعراضكم وأرضكم تحت البسطار الإسرائيلي. كفو عليك يا زلمة. مساعد، مثل هذا الشخص اللي طلع يتفل وانتم السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ صوتي واضح الان؟ اي الحين واضح. اي نعم واضح. زي هذا الشخص اللي قبل شوي طلع، وتكرم مسامعكم يا اخوان، هذا الشخص امام الجندي الاسرائيلي يصبح كلب، يركع. يركع ويخضع له شخصيا. عبد المحسن، ابي اسالك سؤال، سوري ولا اقطع كلامك كل الموجودين، يا ليت تجاوبوني على هذا السؤال. هل وجب، بما انهم يلوون ذراعنا بالمسجد الاقصى، هل وجب شد الرحال إلى المسجد الأقصى؟ لا. هل هو من الأركان التي وجب علينا أننا نتوجه لها ونحج أو نعتمر فيه؟
هي قبلة. شوفي صوص لا بقول لك هي قبلة، لكن ما ماني مجبور اني انا اروح اغامر في دولة حتى لا اعرف لا. سياستها ولا اعرف شعبها ولا اعرف حكومتها. انا اكيد بقولها بصريح العبارة، من الاولى تمام في حماية المقدسات، الحرمين ام المسجد الاقصى؟ الحرمين طبعا. خلاص انتهينا مقطع تحت الصبح. صحيح انا والله قلت اخوي الكريم اكثر من مره، مكه والمدينه والحرم المكي والحرم النبوي هي اللي لها قدسيه دينيه. عشان يعني ما حد يهجم علي اختلف في الموضوع، اختلف في الموضوع من ناحيه المسجد الاقصى. الفلسطينيين هم اللي باعوا قضيتهم وباعوا اراضيهم وبدالها بدلوها بالحريم وبالمصاري على قولتهم. بس يعني كلهم يقعدون مكان، كلهم خوانه وكلهم كذابين وكلهم حراميه. بقول لك يا جماعه عشان الجميع، عشان مسامع الجميع، ترى المسجد الاقصى هي قبله فقط، لكن الحرمين الشريفين هو مسجد الرسول وبيت الله الحرام. فلا تقارنون المسجد الأقصى بالحرمين الشريفين. هذا مسجد زي أي مسجد ثاني. طبعاً أكيد. وللمعلومية ترى هي قبلة. أبو عبد الله، أبو عبد الله بس دقيقة. والله مقدسات ويقارنها بالحرمين. لا 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 لا. دقيقة أبو عبد الله. أبو عبد الله بس أنا بعلق لو سمحتوا دقيقة. اللي قاعدين يكتبون هنا بقولكم رسالة. أنتم جالسين هنا عندنا في البث بثوث موجودة صورة الملك سلمان والشيخ محمد بن زايد وإسقاطات غير طبيعية علينا. أنا بقولكم حاجة. اللي كبر وهلل على في خطبة الجمعة في فلسطين من المشايخ عشان الصواريخ اللي انطلقت من الحوثي على المملكة، واللي سب الملك عبد الله الله يرحمه وقذف السعوديين، اللي كان وده ان الربيع العربي يمر على دول الخليج، اللي جزء منهم مطية للفرس، اللي جزء منهم من حط يده بيد اليهود، اللي جزء منهم مالك شركات عالمية لبناء جدار 80% منهم لبناء جدار عازل. والله العظيم لولا طيبة حكام الخليج من أولهم لآخرهم، والله العظيم لن تقوم لكم قائمة. أنتم تقولون لا تطبيع وأنتم تبعون، انتم تقول قضيتنا وانت تدبك، ما يبى حد يشاركهم، ما يبى حد يشاركهم. انت تقول قضيتنا وانت تدبك في المسجد الاقصى، انت تقول انظلمنا وانت تسوي مقلوبه في سوره المسجد الاقصى. انتم مين وحنا مين؟ انا ما قضيتي السعوديه ودول الخليج والدول العربيه الانقياء وبعدها الطوفان. أنتم من حطيتوا يدكم بيد الفرس. الآن بعد ما زانت الأمور وتكلمنا صرتوا تفتحون بثوث تقول السعوديين والسعوديين تحولوا الشيعة يا ريال، كلهم تحولوا الشيعة. إلى متى؟ أول شيء بعدين ننكرتوا جثث وموت شهداء السعوديين اللي في أرض فلسطين، إلى متى؟ أنا أقول القضية قضيتي أنا كسعودي، قضيتي بلدي، الإماراتي قضيته بلده، الكويتي قضيته بلده، البحريني، الكويتي، الخليجيين حنا خاصة. عطيناكم من المليارات اللي لو 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 تجمع في 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 خزينة كفت دولة قائمة 100 سنة قدام. والله ما يطهرك شراب المعمم اللي قاعد تمشي على أطرافك الأربعة تلعق شرابه وتنقع موية شرابه وتشربه. أتفق معك القناص. عشان أزيدك كمان أكثر، لما يجي يقول لي والله يجيني واحد فلسطيني ما يسوى التالي من الغنم، يقول ليش تسبون المسجد الأقصى؟ ليش احنا ما سبينا المسجد الأقصى؟ ترى في فتوى للشيخ الفوزان، أنا آسف والله مقاطعة نص دقيقة أمون عليك ولا أخوك. الشيخ الفوزان له حديث أو فتوى في اليوتيوب صوتا وصورة يقول أنه ليس ثالث الحرمين المسجد الأقصى، ولا يوجد قدسية وحرمة للمسجد الأقصى، وأن الحديث عن هذا الشيء اجتهادات وأحاديث ضعيفة. أنا أنقل عنه. صحيح. طيب لما يجيني واحد فلسطيني أهبل ما يدري رأسه من رجولة يقول ليش تشتمون القضية الفلسطينية؟ طيب أول شيء قضية فلسطين ليست قضيتي أنا، قضية المملكة العربية السعودية بلدي هي أولى بأي شيء ممكن يصير. فمستحيل أني أنا أترك قضية بلدي وأجي ألجأ لقضية بلدك اللي أنت ما يقارب 80 سنة أو 90 سنة بالأصح بعت هذه القضية
وسمحت للكيان الصهيوني أن يحتل بلدك وينتهك عرضك وشرفك. الشيء الثاني، لما تتكلم عن القضية الفلسطينية، قضية المقدسات اللي في بلدك، أنت يا الفلسطيني ما حافظت على هذه المقدسات، بينما تقيمون الدبكات خلف المسجد، بينما يأتون العاهرات الساقطات في ساحة المسجد الأقصى. صور امتلأت في مواقع التواصل الاجتماعي عن ممثلة فرنسية ذهبت بقميص نوم دخلت المسجد الأقصى، ما شفنا استنكار واحد من رجال الدين عندكم. كمال الخطيب هذا الذي دائما يطلع بخطابات الأدعية السامة على حكامنا، أسأل الله أن يشيل أركانه اليوم في هذا بهذا الحق الفضيل، اللي دائما يستطلع بخطابات واستنكار على كل محافل تقيم فيه المملكة العربية السعودية من انجازات، يأتيني واحد فلسطيني يقول حنا والله ما لنا ذنب في اللي قاعد يصير. لا، انت لك ذنب لما تقف خلف دعاتكم، دعات الفلس، انت لك ذنب. انت لما تيجي تنبطح للكيان الصهيوني واجدادك وسياستكم، لا انت لك ذنب. لا تجي هنا تقول تطبل عندي وتقول لي لا والله حنا معكم يا الشعب السعودي. لا، أنا ما أحتاج منك شيء، أحتاج أنك أنت تكون في بلدك، أحتاج أنك أنت توقف أنت وغيرك عن الشتم والقذف لحكامي، أحتاج منك أنك أنت ما تقعد في المواقع التواصل الاجتماعي تقعد تدعي على حكامي، هذا اللي أنا أحتاجه منك، غير كذا أنا ما أبي منك شيء. عندما غزا صدام حسين الكويت 500,000 فلسطيني نهبوا ممتلكات الكويتيين، الفلسطينيين كانوا يقودون الجنود العراقيين على أسر الكويت، الشرفاء الإماراتيين والبحرينيين والكويتيين والسعوديين والدول العربية اللي شاركت في تحرير الكويت، كانت قدمت أرواحها على حدود الكويت. وأنتم يا أيها الفلسطينيين 500,000 نهبتوا خيرات الكويتيين، سرقتوا بيوتهم، دليتوا الجنود العراقيين على بيوت وخيرات الكويتيين. أنا والله ما لوم الكويتيين مطردوك من الكويت، كذلك أنتم من حطيتوا يدكم بيد الفرس، وذلك لتمرر الربيع العربي على دول الخليج من الكويت على البحرين على الإمارات على السعودية، ولم تستطيعوا. أنتم شيطنتوا حكام اثنين في الخليج علناً، الملك سلمان الله يحفظه والشيخ زايد الله يحفظه، الآن مفتوح بثوث وأنتم تسبون حكام الخليج، ولا الآن اللي يكتبون في الكومنت القضية قضية. أنا ما عندي قضية فلسطينية يا ريال، القضية انباع بين هذه الأخوين مثلهم فلسطينية كلهم مضارطة من برا يا يم. أخوي علي يقول لا تطبع، هو بايع، هو يطبع، وهو باع عرضه وباع أرضه وباع ناموسه وباع كل شيء مقابل مصاري يروح مثل ما قلت في برازيل. وأنا أقول رسالة لدول الخليج، والله العظيم إنكم محسودين، أوصخ بشر على وجه الأرض. نعم القناص، إيش ردك للي يبي يلوي ذراعك بالمسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى له أول شيء، المسجد الأقصى ما يمثلون المصري، المسجد الأقصى هذه كلهم مضارطة من برا. أول شيء أنا كسعودي المسجد الأقصى لحرمته، بس ما بالك بالفلسطينيين اللي يرقصون الدبكة في المسجد الأقصى؟ عارفين مين اللي يحمي المسجد الأقصى من برا؟ الفلسطينيين يبيعون راضيهم ويمثلون على العالم. يا جماعة الخير، ترى أي شخص يستطيع أن يذهب ويصلي في المسجد الأقصى، ترى يوجد خليجيين ذهبوا إلى المسجد الأقصى وصلوا فيها بمنتهى الطمأنينة، كل أمانة أقولها. أصدمكم بعد، والله العظيم أن الإسرائيلي لم يتعرض للخليجيين الذين ذهبوا ليصلون في المسجد الأقصى. تعرفون من تعرضوا للخليجيين؟ الفلسطينيين. رشقوا الخليجيين بالأحذية والحجارة والبصق والشتائم تجاه دول وولاة أمر الخليج. وادخلوا لليوتيوب وتأكدوا من كلامي. طيب بس برد على نقطة أخوي القناص، بضيف على كلامك شيء مهم جدا، بس بضيف جزئية أبو عبد الله. من كبر وهلل على الصواريخ اللي تطلق من الحوثيين على السعوديين، أنت أيها الفلسطيني مش صواريخك اللي تطلقها على اليهود اسمها صواريخ فيشنج. أنت أي صاروخ تطلقه أنت حاط في بالك أنك تكسب وراه الملايين. أنت حاط شعار لا تطبع وانت بايع، أنت شعار اللي أنا أقوله المفروض يتغنون فيه السياسيين الفلسطينيين، حط لك مصرف تجاري بنك متنقل اكتب عليه لا تطبع أنا أبيع، هذا قدرك. وقدرك الثاني ألعق شراب المعمم في كربلاء ونقع شرابي في مويه واشربه.
طيب الشيء اللي كنت بيذكره بين في الخلاف اللي صار بيننا وبين اليمن اللي هم الحوثيين، كانت ترفع شعارات في فلسطين في شوارعهم الموت لآل سعود، الموت لحكام آل سعود. يعني أنا أستنكر على هذا الأمر، كيف أنت ترفع شعارات على هذا على الشعب والحكام اللي واقفين معاك سنين طويلة؟ فلما تجي أنت ترفع الشعارات هذه، هل تظن أنك أنت يعني راح تزعلني أو تضايقني؟ لا بالعكس، أنا الحمد لله عايش في دولتي ومبسوط وحكامي متمددين ويقودون المنطقة. لكن أنت جزمة الكيان الصهيوني، أو عفوا جزمة الإسرائيلي، تمام، طالما أنت فيك نفس حتكون على مطايا أرقابكم، فلا تيجي تتكلم عن الشرف وتتكلم عن عن النفس الحر وأنت كلب يقوده جندي إسرائيلي. إن كنتم تريدون الكلام الموجع فلنعرف كيف نوجعكم في قعر داركم. لا تتكلمون عن الشرف وأنتم منبطحين للكيان الصهيوني. أنا كنت بأخت كلامي لكن بترك المجال لأخوي مساعد. بيض الله وجهك أخوي على كلامك، فعلا نقطتك والله مهمة. يعني الحمد لله إحنا ما إحنا بحاجتهم، هم اللي بحاجتنا. احنا الحمد لله مكتفين ماديا، مكتفين اكتفاء ذاتي عسكريا، مكتفين تعليميا، مكتفين في جميع جوانب الحياة في مجتمعنا. بالعكس الدول هي من تحتاجنا، دول عظمى يا جماعة الخير، ولا أقولها من منطلق الكبر أو منطلق المبالغة. زعماء دول كبرى سواء في أمريكا في روسيا في الصين يتحدثون عن عظمة المملكة العربية السعودية وعظمة ولاة أمر السعودية، سواء على الشق الاقتصادي، إنتاج النفط، الجانب العسكري، المكانة الدينية. يعني يا فلسطيني، أنت من تتضرع وتتوسل للسعودية كي تقف إلى جانبك، بينما نحن لا نريدك لا نحتاجك. تعليميا نحن أفضل منك، اقتصاديا أفضل منك، تنمويا أفضل منك، بنى تحتية أفضل منك، قطاع رياضي أفضل منك، ولاة أمر وحكومة تستثمر في الشعب أفضل منك بمراحل معدودة. لذلك أنت من تحتاج إلى السعودية، أنت من تتضرع وتتوسل وتترجى السعودية أن تلتفت إلى قضيتك المزعومة وكي تدعمك وتقف معك في قضاياك. ولكن لا فائدة، الخائن خائن مهما دعمته ومهما وقفت معه فلا فائدة على الإطلاق. خانوا أنفسهم القذرين، ولا ندخل في مقارنة معهم. من الذي يحمي المسجد الأقصى؟ من الذي عرف قدسية المسجد الأقصى؟ من اللي يحمي؟ جنود إسرائيليين وليسوا بفلسطينيين اللي يحمي المسجد. يا ليت يدهم يبيعون المسجد الأقصى يا جماعة. باعوه بأقل المصاري باعوه، لكن ما هو في يدهم المسجد الأقصى. والله يا صوص ولا يهونون إخواني وأخواتي، انظروا كيف يتعامل الفلسطينيون مع المسجد الأقصى، وانظروا إلى السعوديين كيف يتعاملون مع حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين. نحن نحترم المقدسات الإسلامية، ونحن نهتم في من يأتي كي يحج ويعتمر في بلاد الحرمين الشريفين. يا أيها الكائن الفلسطيني، والله العظيم أن الحجاج من جميع بقاع الكرة الأرضية يقولون وجدنا الأمن، وجدنا الأمان، وجدنا الخدمات الصحية الموجودة سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو سائر مدن المملكة، والله لا نجدها في بلداننا. القطاع الصحي في مكة والمدينة مجهز على مستوى 24 ساعة عمل قطة يا شو اسمك ساعة عمليات القسطرة، عمليات الشرايين، العناية المركزة. تفضل. اللي وجعكم اللي وجعكم الكلام وجيتوا هنا. في حد يتكلم يا اخوان؟ نشوف الدستات اول شيء وبعدها نسترسل، نبغى نسوي بريك شويه. شوفوا قذاركم. نسترسل. تفضل يا امير. امير من وين؟ من المغرب. نعم يا امير، هذا شأن سعودي. وش تبي؟
مش تبي؟ أنا دخلت للتتبع والاستفادة لا أقل ولا أكثر. أنت أبدي أدور عليك لا تخاف تحسبني نسيتك. دوركم جاية بنات بوسبير. أيها السطر الأحمر جايك لا جايك والله لننظف الشرابات والله لننظف الشرابات الفلسطينيين وخليك تشرب مويتها يا السطر الأحمر بس اصبر. معلومة يا أخواني معلومة يفكرون أننا تركنا السطر الأحمر لا ما تركنا السطر الأحمر. ما تركنا. أول شيء يا أخواني أول شيء يا أخواني القصف الآن بدأ على مين؟ على الفلسطيني. طبعا فلسطيني يا أخواني تاريخ كله أسود، تاريخ مسود ما فيها أبيض نهائي، على رأسهم خاسر كفرات، هذا طبعا كان يغسل السيارات اللي جانا نعطيها الطائرات يغسلها. طبعا يا أخواني أستأذنكم بس بروح أتعشى وراجع. لحظة زيارات لنا دائما كلها شحاذة يا شحاذة ترى على فكرة يتبكوا فأنتوا عارفين الشحاذة. الله يعافيك. فبقول لكم شيء يا أخواني، طبعا أنا أبخلي الأخوان كلكم تتكلمون، عندي أكثر من 150 فلسطيني أبغاكم توجه لهم رسالة. انا عند طالبين كستات فوق 30 انا بخلي مساعد يتكلم الله لا لا يا اخوان بس انا الله يعطيك العافيه ابو طلال. انا بس بختم، انا اعطي فرصه للكستات. رسالتي الاخيره للفلسطينيين، لا تتحدون السعوديين، لا تتسم ما سمعك ابو طلال. اسلموا ابو طلال. جايينكم احنا شعب عظيم، احنا شعب الله المختار، مدورين عليكم لا تسوون انفسكم. بس رسالتي الاخيره للفلسطينيين عشان نعطي فرصه للقستات زي ما قال اخو ابو الطلال. لا تتحدون السعوديين، لا تتجرؤون وتشتمون ولاة امر السعوديه خدام بيت الله الحرام. السعوديه خط احمر، السعوديين متعاضدين ومتكاتفين مع ولاة امرهم، استحاله سعودي يخرج في تظاهرات ضد حكومته، استحالة السعوديين يعارضون ولاة أمرهم ويكونون خائنين للدين وللوطن ولولاة الأمور. أنت أيها الكائن الفلسطيني تعودت على الخيانات، تعودت على أن تخون أرضك وتبيع أرضك وتبيع شرفك وتحارب ولاة أمورك. السعوديين على العكس إطلاقا، السعوديين متكاتفين مع ولاة أمورهم. كفوا الأخوان المفلسين لديكم، كفوا الدواعش الموجودين لديكم، كفوا الثورجيون العرب الذين صدعوا رؤوسنا بالخطابات والبلبلة والضجيج من عشرات السنوات. اهتموا لقضيتكم المزعومة، اهتموا بأراضيكم وانشغلوا برقص الدبكات، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي تجيدونه أيها الفلسطينيون. نصيحة، لا تتحدون الشعب السعودي، لأن إذا فتحنا جبهات عليكم والله نتلاعب بكم ونبصق عليكم ونهين كرامتكم، كما أهان اليهود الإسرائيليون شرفكم من قبل عام 48 ميلادي. يعطيك ألف عافية أبو طلال، وأعتذر إذا حصل أي تجاوز من جانبي. شكرا لك يا أبو طلال، وما قصرت على إتاحة هذا المنبر. أنا بوجه رسالة. أنا أختم قبل بس العشاء إذا ما تشرف أبو طلال. لا يلقى الناس ما دامكم تطلعين بعدك. بس بروح أتعشى وراجع أجلدهم. يعني لا تستغربون من خان قضيته وخان أرضه، لا تستغربون من الكائن القذر الذي يسمى الفلسطيني وعرقه النجس اللي قاموا يطبلون ويرقصون على دخول صدام للكويت. لا تنسون القذرين الوسخين اللي لمتهم الأردن، عطتهم جنسيات وخططوا على اغتيال الأردن ويبون يقلبون عليها. كل هذا يطلع أكثر من ذلك الجنس القذر. لو على بالكم بتلوون ذراعنا بالمسجد الأقصى، يظل المسجد الأقصى له قداسته، والذي يحمي المسجد الأقصى ليس أنتم بل الجنود الإسرائيليين يا أولاد الكلب يا أولاد الحرام. ما هو أنتم اللي تحمونه؟ ولو في يدكم المسجد الأقصى أنكم تبيعونه كان من زمان بعتوه، لكن ما هو في يدكم. تفو عليكم يا عيال الكلب. يلا مع السلامة. رسالتي أبو طلال، صوتي واضح؟ واضح. أنا بوجه رسالتي وقدمي الله يكرمكم على ظهر بروتوكول ولا نرفعها لين أخلص رسالتي.
الفلسطينيين، الفلسطينيين اللي انتم قاعدين سبيتوا حق الملك عبد الله الله يرحمه ورافعين شعارات في سب حكام الخليج والذين في مكبرات الصوت والمساجد كبرتوا هللتوا على اطلاق الحوثيين صواريخ على السعوديه، واللي انكرتوا الشهداء السعوديين في ارض فلسطين، انا بقول لكم حاجه واحده قسم بيات الله، هذا بث نسميه بث تجريبي ها لقضيتكم اللي انا شعارها عندي لا تطبيع وانت تبيع، لا والله لحطها دبكه لا تطبيع وانت تبيع، هذا شعار الفلسطيني. انت يا الفلسطيني قسم منكم مطيه للفرس، او القسم الثاني بنى جدار العازل الفلسطيني وشركات من سياسيين فلسطينيين ساعدوا في بناء الجدار العازل وعمال فلسطينيين، أنتم من دبكتوا وسويتوا المقلوبة ورق العنب في المسجد الأقصى، أنتم من أطلقتوا النار على على المسلمين في المسجد الأقصى، أنتم من جبتوا العاهرات في ساحة المسجد الأقصى. أنا أوجه لكم رسالة، وهذا أقول لكم بث تجريبي كسعوديين شرفاء، أنتم ما تمثلون الدول العربية أي تمثيل. أنت يا الفلسطيني شعارك وشو؟ شعارك ورق عنب وزيت زيتون وتلعق ها شراب المعمم اللي أنتم حتى ما تقف أمامه، أنت تمشي على أطرافك الأربعة وتلعق شرابه وتنقع في موية وتشرب مويته. تسلم الله يعطيك العافية. بنشوف 20-30 الرياض هذول كلهم أعرفهم اللي دخلتهم الآن، بس هذا والله ما أعرف. تفضل يا 20-30. معك سلطان. سلام ورحمة الله. بس دقائق بس. 20-30 تفضل. 20-30 الرياض. أنا خاف يكون زي الفلسطيني اللي مسمي نفسه 20-30. تفضل يا الرياض. الرياض معنا. أنا خاف زي الفلسطيني اللي حاط مسمي نفسه 20-30. إيه بروتوكول يسمع، ها نتمنى يدش يسمع. يسمع ينظف 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 أداء. بروتوكول البروتوكول الكلب اللي مسوي نفسه قطري ها؟ إيه. لعنه الله. طلع فلسطيني. يا محمد محمد اجلد اجلد. دقيقة بالله دقيقة تكفون دقيقة ما دام استغل اللايف 500 إلى قرابة 600 يا إخوان، اللي يعرف يصمم بروتوكول ابغاه بشكل كرتوني او بشكل يعني كذا، وبكتب عليه فلسطيني طبعا اللي هو طبعا الاسم الحقيقي لهم، يا بالله يكتب لي في الكومنت تم، وانا اللي ابغى نرسل له لو مهما كلف انا ادفع. تفضل. لا لا بدون ما يكلفك ولا ريال، خلاص انا اسويه، ارسل لي اياه وانا اسوي. انا ابغى اسوي لي اللي يصممون طبعا، اللي انا في ناس محترفين في التصميم. اوكي خلاص عن طريق اللابتوب، عن طريق اللابتوب ما اظن اطرف برنامج على قولتهم حق تلعب في الصور نخربط لك الموضوع كله نظبطه. هذا مسوي نفسه خليجي قطري ويتكلم، هو من فلسطين طبعا من المواليد او من بس راح ان شاء الله باذن الله تعالى. السلام عليكم. هلا والله. كل عام وانتم بخير ومن العايدين من الفايزين. العام الطيب. هلا هلا سلطان كيف حالك؟ طيب والله بشركم. طيب. العلم وشو؟ العلم طال عمرك طلع بروتوكول فلسطيني وفكنا اللايف، طبعا حنا ندور العذر من اول وجاء العذر وبدينا، ترى انا لسه فلسطيني. على ما قال الاخ قناص ترى هذا تجريبي. الله يلعن الله يلعن كلهم على ابوهم الفلسطز يا رجال. طيب اسمحوا لي يا اخوان، انا من يوم ما دريت ان شو اسمه المستوطنات الاسرائيليه اللي يبنيها من فلسطينيين واللي يسكنها من الفلسطينيين انصدمت. دقيقة طبعا مهبولي ذاك اللي في بث يتيمة زايد هبولي ذا الدلخ ذا صومالي ترى يا اخوان الاهبل هذا صومالي مواليد الامارات ومتأكد من كلامي وتحداه يثبت لي ان كلامي خطأ. إيه هذا الاهبل صومالي. دقيقة هبوني ذا اللي يقول ان السعودي يعني طب اي شوف يسقط على السعوديين، يقول اي واحد يدافع من السعوديين انهم مراهقين كبار سن ها وانهم يحتاجون الدعم، انا اقول لك عينك تشوف وسجل
البث وصل 691 ما انقطت فيه وردة، وأنا رجلي ما راح أرفعها عن ظهر بروتوكول حتى طهرك وطهر اللي حولك وطهر يتيمة زايد والشيخ زايد الله يرحمه منها أم جنوب اللي لو تحط خرص في بطنها يبيلها جنط يوكن مقاس 24. هذه مغربية صح؟ هذه يتيمة. لحظة اللي يبي دعم طبعا انا بوجه للمتخلفين، اللي يبي دعم ما حط موضوع وطني، حط موضوع في شخص، ولا زي الصراصير اللي هم حطوا موضوع يعني مجتمعي خاطئ. يكمل ابو طلاب يكمل للاعداء. اي بس هذه لو تحط وشم في ظهرها هذه يتيمه زايد والله العظيم انها تحتاج تمساح محنط تلزق في ظهرها. هذه لو انها بتمشي في ولا بتوقف ولا تجلس هذه تحتاج سطحة والله العظيم يا يتيمة زايد. هذه مقبلات اقسم بيات الله الاسقاطات اللي حصلت في بثك من السطل الاحمر على السعوديين ها وانقذفوا وانسبوا والله العظيم لا اخذ منك ثالث ومربعة ومن الخرفان والمنبطحين اللي عندك اخذيها. هي قاعدة تنكر يا جماعة. ما عليك من الناس. القناص حبيبي القناص. انا بطهرك ان شاء الله وطهر ارض الامارات من اشكالك يا كلبة.